السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معاكم محل 9 ميل الأسلحة، والنهاردة جايين لكم بسلاح زراكي 917. تمام، السلاح فيه منه اللون الشامبين ده، في فرق بسيط وهو هنا ان في ماسورة سودة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده. تمام، دي الماسورة السودة. تمام، والسلاح هنا بالماسورة النيكل الفضي. تمام، ادي الماسورة كده زي ما انتم شايفين. تمام، طيب خلونا كده نقول مواصفات سريعة عن السلاح. السلاح ده خزنته 16 طلقة. تمام، الشاكوش بتاعه داخلي مزود بشريحة صلب، بيت النار بتاعه واخد نانو فمستحيل يحشر معاك اي طلق. تمام، بيت النار بتاعه قوي جدا جدا، مستحيل يحصل فيه مشاكل. الماسورة بتاعته قوية جدا بسمك حوالي 3 مللي كده، وفتحتها واسعة عشان تبقى شبه الحي بالظبط. طيب السلاح ده شبه ايه من الحي؟ شبه الجلوك 17. تمام، سلاح شبه سلاح الجلوك 17. السلاح ده نازل بخاصية جديدة اسمها دبل سيفتي اكشن. تمام، وهو ان هو عمل لك امان هنا كده في ظهر السلاح. السلاح ده بيجي معاه الكتالوج بتاعه. تمام، زي ما انتم شايفين كده الكتالوج بتاع السلاح، وبيجي معاه الكاسة بتاعته. تمام، كاسة الالعاب النارية زي ما انتم شايفين دي بتتركب كده بالمنظر ده في الماسورة، وبيتحط هنا الصواريخ او الالعاب النارية، وبتحط طلقة في الخزنة وبتضرب. تمام، فدي كاسة الالعاب النارية تبقى موجودة مع السلاح. ومعاكم بقى العرض من محل 9 مللي زي ما عودناكم على العروض. اي حد هيشتري سلاح زراكي 917 اللون الفضي بالماسوره السوداء، او اللون قصدي اللون الشامبين بالماسوره السوداء، او اللون الشامبين بالماسوره الفضي، هياخد معاه نص علبه طلق هديه. تمام، العرض ده ساري لحد نفاذ الكمية، ويا ريت تلحقوا العرض. ولو احتجتوا اي حاجة تقدروا تكلمونا على البيج، تكلمونا على التليفون، تبعتولنا في الكومنتس اي حاجة، احنا تحت امركم. وشكرا ليكم.